اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. وصلنا دلوقتي لاخر فقره حواريه معانا النهارده، ولسه طبعا بنحتفل باليوم العالمي للمراه. يمكن احنا من بدايه البرنامج ماشيين على التيمه دي او فكره او احتفاليه اليوم العالمي بالمراه، لكن عايزين كمان نشير لملاحظه مهمه جدا، وهي ان احتفال 8 مارس ده غير يوم المراه المصريه واللي بيوافق يوم 16 مارس، وده بمناسبه ذكرى مشاركه سيدات مصر في مظاهرات ثوره 19. الحقيقه دايما لما شهر مارس بيجي يعني احنا بقى بننبسط، بنحس كده ان في اهتمام بينا. يعني 16 مارس يوم المرأة المصرية، 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، ده غير طبعا عيد الأم يوم 21 مارس. بنقعد بقى مع بعض نجامل بعض ونقول لبعض كل سنة وانتم طيبين، واكيد ما حدش بعد كده يعني احنا بينا كسيدات. خلال السنين اللي فاتت الأكيد إن المرأة المصرية فعلا نجحت إن هي تكون شريك للرجل في كل حاجة، قدرت إن هي تحقق حاجات كتيرة جدا في المجتمع. ولكن إحنا النهاردة موضوعنا نتكلم فيه عن مبادرة، المبادرة دي عملت حالة من الجدل مش لأي سبب غير لإسمها. النهاردة معانا صاحبة المبادرة، وهي هتتكلم عن أو هتوضح أكتر يعني هي كانت عايزة إيه من المبادرة، عايزة تقول إيه، عايزة توصل إيه. أنا شخصيا العنوان نفسه أنا مش معاه، ولكن إحنا هنتكلم أكتر وهنعرف الهدف من المبادرة، وطبعا تصحيح لبعض المفاهيم الخاطئة اللي ممكن تكون وصلت للبعض. مبادرة ترويد زوج معانا على الهواء زينب مهدي، خبيرة التنمية البشرية واستشاري الصحة النفسية. صباح الخير، أهلا بيك. طبعا أنت اللي أطلقت المبادرة اللي عملت حالة من الجدل الرهيب. أنا مش عارفة بصراحة عملت الحالة الفظيعة. طبعا صباح الورد عليكي، ولكن كلمة ترويد يعني ذهنيا كده عندنا كمصريين بنحسها ان هي زي ترويد الاسود، محمد الحلو السيرك يعني دايما ترويد الاسود او فترويد نمره زي ما كانوا بيقولوا في اللي هو في الادب العالمي. فايه القصه؟ طيب نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الانام وبدر التمام. مبدئيا انا اسم الحمله ترويد زوج وليس ترويد الزوج. اديني بس دقيقتين ثلاثه كده اشرح المعنى بتاعها. اتفضلي. ترويد في اللغه العربيه تعني تدرب الرجل أو تمرن، يعني مذكورة كده تروض الرجل أي تمرن وتدرب في أي معجم المعاني الجامع. تمام؟ يعني مش مخصصة للحيوانات، مش مثلا المتوحشة أو غيره. ربنا سبحانه وتعالى فيما معناه ذكر في القرآن ترويض النفس، والنفس دي اللي هي الإنسان، سواء أمارة بقى بالسوء، نفس اللوامة، النفس دي في مين؟ ما هي في الإنسان. فاللي أنا عايزة أقوله إن أنا مش ذنبي زي ما أقول لك بوك باللغة الإنجليزية، لو جت ناون يبقى كتاب، لو فيرب يبقى يحجز. فانا مش ذنب ان انت عندك مفهوم واحد بس، يعني دي مش ذنب. ايوه بس احنا بنتكلم عن الدرج اكتر في المجتمع، احنا مجتمعنا بنستخدم الكلمه في ايه؟ هنكملولك بقى حلو قوي جني المعنى بتاعها. انا قلت ترويض زوج وليس ترويض الزوج. معنى كده ايه؟ معنى ان انا مثلا لما بنشوف استشاري او بنشوف دكتور نفسي عامل عياده نفسيه، هل ده بيهين الشعب ان انتوا مرضى؟ لا، ولكن المريض يروح يتعالج. اللي ما عندوش خبره او ما عندوش تدريب او ما عندوش تاهيل ازاي يعامل الزوجه بتاعته يجي يقول لنا انا مش عارف اتعامل معاها ازاي. وعشان كده ذكرت زوج وليس ال. المعرفه هنا ان انا بحتم على كل الرجاله هم ما عندهمش خبره او ما عندهمش تاهيل وتدريب في بسيكولوجيه المراه، وده اكبر غلط، التعميم خاطئ. فعشان كده تصريح من صباح الورد، اذا كان اللفظ نفسه عامل بلبله فانا بوضح اللفظ لتدريب زوج. تمام؟ يعني الزوج اللي شايف في نفسه ان هو مش عارف يتعامل محتاج ان هو يفهم اكتر نفسيه المراه ازاي ويتعامل معاها ازاي، في الحاله دي ممكن ان هو يلجا للمبادره الترويج. الله يفتح عليك. انا معذره، انا مش بجيب حد من بيته، يعني انا عايز اقول لك ان انا من ساعه ما عملت الصفحه وانا كل يوم بستقبل فوق ال 60 مشكله. يعني في صفحه ترويض زوج على الفيسبوك، حمله ترويض زوج، وهيتم تعديل الاسم لحمله تدريب زوج. تمام. اطلاقا انا مش اقصد اهانه الرجل، ما انا بنت راجل قلت كده قبل كده، يعني استحاله، يعني ما فيش ازدواجيه في التفكير توصل للدرجه دي. صحيح. رقم اتنين، الحد من الطلاق، وفخامه الرئيس نفسه اتكلم في النقطه دي، اشار للنقطه دي حقيقة. ان في طلاق بشكل كبير قوي، فانا بقول ان السبب المباشر في الطلاق ان الاثنين مش فاهمين بعض. طيب احنا دايما حملنا المراه في الحقيقه بمناسبه بقى يوم المراه العالمي وبالذات في المجتمع المصري فوق طاقتها في الحقيقه، لدرجه انه حتى في الزواج يقول لك ايه، احتواء المراه هي اللي بتحتوي.
مع العلم ان انا مره بقى كنت قاعده مع رجل قال لي العكس. قال لي على فكره الرجل هو اللي المفروض يحتوي، اللي يحتوي دايما المفروض الحد الاقوى الاقدر. يعني قوامه الرجل فين؟ ما احنا بنقول قوامه الرجل في الحمايه والانفاق. انا هقول لك على حاجه حلوه يعني جدا الاحتواء، بخصوص القوامه وبخصوص الاحتواء، وبرده كله الاثبات من القران والسنه، انا ما بجيبش حاجه من عندي اطلاقا. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم قال رفقا بالقوارير القاروره هي زجاجه سهله التحطيم. صحيح. فانتوا ازاي بتوصفوا المراه انها شرسه واشرف الخلق والمرسلين اقر بانها قاروره؟ ان هي حساسه يعني. الله يفتح عليك. انا بتكلم في نقطه الاحتواء، نشرحها تاريخيا او دينيا. لما قالوا ان المراه مخلوقه من ضلع اعوج من سيدنا ادم، هي دي المراه والضلع الاعوج عامل كده يعني بيحتويها. صحيح. يعني حاضنها، فده حاجه ليها مش عليها. فانا بتكلم ان احنا يكون عندنا تثقيف يا جماعه، لو على الكلمه شلناها خالص وكتبنا تدريب زوج. وعايز اقول لك حاجه كمان، ان الصفحه مش مقتصره بس على النساء، انا بيدخل لي رجال كتير وازواج كتير. رايهم ايه طيب؟ مبدئيا هو كان في ناس طبعا معترضه اعتراض كامل على اللفظ، وفي ناس تانيه بتقول انا عايز افهمه. يعني في ناس معترضه من اجل الاعتراض عشان بس جبت سيره زوج. بس انت في الاخر قلتي هغير الاسم بقى خلاص. ما هو بالفعل انا همشي من هنا، ولكن ده مش تراجع عن الحمله. يعني انت عارفه انا لما سمعت الاسم قلت ترويج زوج، ترويج زوج، يعني تقصدي ان المراه ازاي تقدر تتعامل معاه؟ يعني انا فهمت العكس، ان الزوجه هي اللي تتعامل معاه ازاي، ازاي تقدر تطوعه مثلا. يعني انا وكنت ضد على فكره المسمى، ان احنا نوصف ان احنا نوصف الرجاله. بس هقول لك على حاجه، احنا مش داخلين حرب، دايما بقول الست والراجل مش انا انت، انا وانت. فالموضوع مش موضوع حرب خالص، او موضوع ان انت بتهين الرجال، وانت وفي ناس وصفتني انت معقده. يا جماعه معقده ايه؟ ده انا بتكلم ان احنا نقرب من بعض. أيوة. ان في رجاله فعلا شريحه منهم عندها نرجسيه. طب ايه رايك في جمله الرجل طفل كبير؟ لا 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 انا ضدها تماما. مش كده؟ ضدها مستفز تماماً. قوي. بص هقول لك على وهو حاجة. بيريح بقى، هو بقى يعني سوري مستهبل بقى، يعني ايه انا طفل بقى فقاعد بقى في العلاقه كده عامل نفسه مش فاهم. انا لو جيت قلت له عامل نفسه مش مسؤول. انا طفل يا جماعه لازم هي اللي تحتوي. ما انا بقول لك يعني هم راموا على الست جامد قوي في الحقيقه. يعني احنا عندنا تراث، ما ينفعش ان انا اقول له انت طفل او اتهمه بانت طفل. في ناس يقول لك هو الطفل تهمه، الطفل عايز حد يحتويه، عايز حد يوجهه. صحيح. فانا بقول ان انت طفل، يعني انت محتاج توجيه، يبقى دي بس انا عايز اقول لك على حاجه. يعني حتى لو هي بتحتويه، يعني دايما المعروف ان دايما المراه بيبقى مخها مش هقول اكبر، بس بتبقى منطقيه اكتر، بتكون المرأة عاطفية أكتر، بتكون عارفة بتقدر تستوعب الأمور، بتقدر إن هي شوية ما تبينش مشاعرها، مش هوائية زي الرجل. فممكن هو تبقى الاحتواء. بس يعني التعريف العلمي للمرأة يقول لك إيه؟ دي كتلة هرمونات، يعني من كتر ما هي قد إيه بتبقى حساسة، كتلة مشاعر. يعني مشاعر. هو برضو ذكر كل حاجة من الدين والله يا جماعة، ما بجيبش حاجة من عندنا. يعني ناقصات عقل ودين الشباب فرحانين بيها دلوقتي. لا بس ده على فكرة ده حديث مغلوط تماما. ما احنا مش كل حاجة لازم نمشي وراه في الاحاديث ونقول نظره منين. يعني فرحانين بيها، ولكن هل يصدق ان سيدنا محمد اللي كان ان هو يقول كده وهو كان جاره اليهودي لما ما بقاش يرمي له زباله قدام باب البيت راح يسال عليه يشوفه مريض ولا ماله، لدرجه ان الراجل اسلم من حسن المعامله؟ هل يصدق ان هو؟ لا، هي ده كلام الحياه غير منطقي تمام. لا انا عايزه بس اشرحها واقول نقطه، حته ناقصات عقل. الست مش ناقصه حته، ما هي اللي ربتك معذره، مين اللي انجبتك من رحمها؟ ما هي امراه. فانت يا ترى الحرب مثلا من ناحيتك انت او العداء من ناحيتك يخص المراه بشكل عام، دي تبقى كارثه ومصيبه، لان المراه دي مامتك واختك وزوجتك. ما هو للاسف بقى على جزئيه مامتك هي اللي ربت الراجل غلط، وعشان يعني كده بنقول تدريب. صحيح. لان اللي دربتك وانت طفل كانت امراه. صحيح. ولما تيجي تكبر انت بالظبط، انا يعني في ناس كتير بتقول لك انت اتهمتي المراه انها ليها كتالوج، الست ليها كتالوج اللي هو سيكولوجيه. انا اخطات في ايه في ده؟ صحيح. يعني لما اقول ان انت دلوقتي داخله في عمل ما تعرفيش فيه اي حاجه، داخله لوكيشن مش عارفه البوابه بتاعته، هتطبش. انت ممكن تكوني دارسه بس ما اتدربتيش على مجال العمل، فمش هتقدري ان انت بتشتغلي عمليا. فانت محتاجه يعني زي حلقه الوصل ما بين التعليم والعمل، في حلقه في النص اسمها التدريب. بالظبط. فمعظم العمال عندنا بتفتقدها، عشان كده بنلاقي نتائج في الشغل. وده اللي قاله جون جراي في الكتاب بتاعه من فروم فينس. هو كتاب فعلا عمل ثوره في الحقيقه في السايكولوجي او في نفسيه الرجل والمراه. يمكن الكتاب ده بقى له اكتر من 15 سنه. لا رائع جدا، وما زال حتى الان الناس بتقراه والناس بتستفيد منه. صحيح. فانا اللي انا اقصده ان قرب من زوجتك، انت اللي تحتوي وهي تحترم.
عشان كده بنقول يا جماعة السيكولوجية الرجل والمرأة هيظل في نسبة طلاق كبيرة لو احنا ما فهمناش بعض. ردود أفعال الناس عندك على الصفحة ايه؟ هل فعلا نجحتي في انك تحلي مشكلة ما او توضحي لبس مش مشكلة واحدة، مشاكل كتير. يعني هل في حد رجع لك فعلا قال لك انا بشكرك على النصيحة دي وجربتها وجابت نتيجة؟ الحمد لله. عايزة اقول لك وفي رجالة منهم، يعني في راجل بيقول لك انا مشكلتي مع مراتي واقفة على الطلاق ومش عارفة اعمل معاها ايه. طيب قول لي، انا ما بقولش مثلا زي زمان يا حبيبتي بيتك لازم تستحملي، هي المرأة اوريدي مستحملة. يعني هتبقى عايشة مقهورة، طب عمرها ما تكون راضية عن نفسها لو هي حست ان هي مقهورة في البيت. الله يفتح عليك. وفي اتهام اخر اتوجه ليا، ان انت هي المفروض اسمها ترويج زوج او تدريب زوج بقى بالمصطلح الاقيم. في ناس تقول لك انت بتقولي ترويج زوج ده اهانة للزوجة. يعني ازاي؟ بيقول لك انت كده بتقولي ان لازم تقعد وتستحمل القهر والاهانه. انا ما بقولش كده، انا بقول ان لو كل امراه شايفه انها قويه جدا وشايفه ان المؤسسه الزوجيه دي هشه وتقول لك بقى خلاص ما انا هتطلق واجيب غيره، المجتمع هيستمر؟ لا طبعا، استحاله مش هيستمر. طبعا في ضوابط للطلاق وفي ضوابط للخلع وفي رجاله بيجبروكي ان انت تقولي اخ انا مش عايزه استحمل العيشه معاك. عشان كده هو في متنفس، يعني الطلاق هو متنفس طبعا. ما هو بس ابغض الحلال. انا أيوة. بتكلم في ايه؟ بتكلم ان لازم يكون في اسباب مقنعه، في اسباب مقنعه تمام، لكن مش جوزي ما جابليش ورد فانا هتطلق. بس خدي بالك برضو ان برضو من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو عمل موضوع الخلع. لان يعني الخلع ده بقى مالوش اسباب، يعني ده هي بيقول لك سببها ايه؟ ان الزوجه فجاه لقت زوجها وهو ماشي في وسط رفاقه قصير شوي، فحست انه يعني لا هو مش جذاب بالنسبه لها. فيعني ده كده ابو الاسباب، انها غير قادره على انها مثلا تدي له حقه. مش حق عينها زي ما بيقول. الله يفتح عليك. فده من احدى اعمده السعاده الزوجيه. صحيح. هي السعاده الجسديه. فده يعني بقول لك ده ابو الاسباب ان هي تخلع بالشكل ده. ردود الافعال اللي جات لك ازاي؟ ويعني حد مثلا قال لك طب ليه انت بتتكلمي عن ترويج زوج؟ ليه ما بتقوليش ترويج زوجه؟ ليه الزوجه؟ هقول لك ليه. انا دلوقتي اتبنيت ان انا ادرس سيكولوجيه الزوج او سيكولوجيه الرجل. حد تاني عايز واحنا قاعدين بنتكلم كده يقول لك انا هتبنى سيكولوجيه الزوجه، هو حر. صح. يعني انا دلوقتي احنا مثلا عندنا، يعني انت اخترتي الرجل ايمانا منك بان هو المفروض يحتوي، هو اللي بيحتوي اصل دينيا ومجتمعيا. احنا دلوقتي بنقول مجتمع ذكوري، طب ايه الاثبات ان احنا مجتمع ذكوري؟ بأمره ايه بقى ذكوري؟ ضرب والاهانه بس، او مثلا في الاهانه مش شرط ضرب، الاهانه لفظيه. ممكن في واحده بتطلق على كلمه زوجها قالها لها، طب ما بتشوفيش شرخها نفسيا وجرحها نفسيا. انت بالنسبه لي كده خلاص. طب انت ما بتشوفيش كلمه اللي هي في التراث بقى بتاع العائلات للزوجه لما يقولها استحملي وكلنا ياما شفنا والبيوت مقفله على بلاوي متلتله والكلام اللطيف ده؟ مش شايفه ان ده بيبقى هدفه الاساسيه الدفينه الحاله الاقتصاديه؟ يقول لك بس انا بنتي هتتطلق بقى وتيجي تقعد في بيتي اصرف عليها منين هي وعيالها؟ هو ده الاجابه بتاعه السؤال، ان في مداخله ما من شخصيه ما قالت ان انا بدعي لاهانه الزوجه وان الزوجه مش مضطره انها تستحمل. انا عايزه اقول ان في عائلات عايزه اللي يعولها. يعني في اب بيقول انا ما صدقت ان انا خليت بنت طلعت من البيت. وده مش معناه ان انا بكبرها، بس انا بقول لها ان الاختلاف بينك ما بين زوجك في السيكولوجيه بتاعته وبتاعتك هو ده اللي عامل الخلاف. ما ممكن هو يتجوز واحده تانية ويستمر معاها بس ما استمرش معاكي. بس انت شايفه مين اللي بيدور على ان الحياه تستقر وعلى ان هو يفهم التاني، الرجل ولا المراه؟ يعني المرأة انا دايما اللي اعرفه ان المراه هي اللي بتجري ولا هي تفهم جوزها بيفكر ازاي، هو ليه متضايق، هو ليه مثلا لما بيدخل البيت بره بيبقى مبسوط، اول ما بيدخل البيت بيحس باحساس كده بالنكد. يعني هي دايما اللي بتبقى هي دايما اللي بتبقى بتدور طب انا اسعده ازاي، اريحه ازاي. صح. هقول انت صح جدا، بس هقول لك ليه. احنا دلوقتي في مجتمع ذكوري بيتكلم عن المراه المطلقه وبيبص لها نظره فظيعه وما بيتكلمش عن الرجل المطلق، بيتكلم عن البنت العانس وما بيتكلمش عن الرجل العانس، بيتكلم عن المراه الارمله ما بيتكلمش عن الرجل الارمل. طب ليه؟ لان لا الطلاق عيب ولا التاخر في سن الزواج عيب ولا الارمل دي حاجه بايد ربنا عيب. أيوة. فانا بتكلم على اساس ان الزوجه من خوفها من انها تواجه مجتمع في شريحه منه مريضه فتقول لك لا احافظ على بيتي، لا استحمل اهانه زوجي بس ما استحملش اهانه نظره الناس. فطبعا انا بوجه رساله وبقول انه خلاص احنا شلنا كلمه ترويض رغم ان هي معناها تمرين او تدريب، فاحنا وضحنا للناس اللي واخده الكلمه بارافان زي ما بيقول. خلاص شلنا الكلمه، خليناها تدريب زوج. انا ما بجيبش حد من بيته واقول له اتعلم بالعافيه او اتدرب بالعافيه، لا طبعا، قد تبان الرشد من الغي، كل واحد حر. بس اللي عنده القابليه يقول لي
انا عندي مشكله اعمل ايه، اتصرف ازاي، اهلا وسهلا على صفحه الحمله. يعني كل واحد حر، انت مع على راسي ضد على راسي، مفيش مشكله. رساله الحمله وصلت وبنشكرك شكرا جزيلا. بقول لك كل سنه وانت طيبه بمناسبه اليوم العالمي للمراه، ونورتينا نورتنا الاستاذه زينب مهدي خبيره التنميه البشريه واستشاري الصحه النفسيه. صباحك صباح الورد. شكرا ليك يا زينب نورتينا. ومشاهدينا بكده وصلنا لختام حلقتنا النهارده. كل سنه وكل السيدات في العالم كله بالف خير، وان شاء الله النهارده يومكم يكون يوم سعيد. صباح الورد عليك، وصباح الورد عليك. صباح الورد عليك ايمان. حلقتنا خلصت، يومنا لسه بيبتدي. صباحكم صباح الورد.